كثير الترحال والسفر، لكن لمنطقة دفء خاص بها. يقولون إن الاحتكاك يولد الحرارة، ومنطقتي كلما احتك بها قلبي أشعلت فيه نار الشوق، وحركت فيه روائح الدروب والأنفاس المخضرة، وجعلته يحس حراك الأشياء تتقمص أرواح أحبتي، فتعاود ثقوب الذاكرة امتلاء بصخب الماضي الجميل. الحالمة أنت يا حلم الواقع. في قلب جبال الأطلس الشامخة الممتدة في عمق المغرب، جبالاً لمتعة العين وسنداً للديار والسهول، تربعت مدينة هادئة منحها الله الكثير من الخير، تسلب الألباب تأسرك وتطبع علامات الاندهاش حينما تراها. إنها مدينة أزلال، تلك القصيدة التي كتبتها حروف الجمال والإبداع، مدينة تتربع بصمت وسط طبيعة الأطلس الكبير، تبوح لك بما تختزنه من كنوز. وتشترك شلالات أزود في جمال طبيعة مدينة أزلال، حيث يوحى لك أنك دون شك أمام تحفة لها في الأساطير الأمازيغية أثرها البديع. الرواية الشفهية ترشح تسمية كلمة أزود إلى أشجار الزيتون الكثيفة المحاطة بها، فيما يحيل أصل آخر للتسمية إلى الدقيق الذي يخرج من المطاحن المجاورة لها، والتي تعتمد في طحن الحبوب على الطاقة المائية التي توفرها شلالات أزود. في الأمر أن طحن الحبوب في هذه المطاحن التقليدي ما زال يخضع للعرف أساساً، حيث الراغب في الطحن لا يدفع نقوداً، وإنما كمية من الطحين ترعى نسبة معينة من الكمية المطحونة. غير بعيد عن المنطقة تستوقفك آية من الآيات الطبيعية، إنها القنطرة الطبيعية بدمنات التي يلقبونها بإم إفر، كناية على فم المغارة، وهي تستخدم كجسر تعبره السيارات. هذه التحفة الطبيعية الرائعة تشيع التفاؤل في النفوس وتعطي كل صور الاستمتاع. بقايا الأسطورة تقول إن هذه المغارة كانت مقراً لمخلوق جبار كان يخطف العذارى، ويحكى أيضاً أن العقم يزول بماء إم إفري، وأن هذه الأمة التي تحمل ابنها أنجبته بعد أن اغتسلت به. تراث جيولوجي خلاب يحيط بالمكان ويعطي للزمان كل أبعاده بفعل عوامل التعرية المائية، حيث يتراءى المكان على هيئة أشكال مجسمة نسجتها أياد الزمن بما تتضمنه من نحوتات تتخذ أشكالاً تجسيمية بشرية وحيوانية، تتحدث لغة التاريخ الذي يذكرك بموقعك الجغرافي إفريقيا. هي تعاريج الذاكرة الغريبة التي تدهشك كلما أيقنت نسياناً، فتأتي صورها متتابعة تجعلك في عطر ذلك الأمس، فتتحدث الأشياء حولك لغة الطبيعة، لغة الماضي الجميل الذي سيبقى راسخاً في الذاكرة حيث لا نكاد نغادرها حتى نحلم بالعودة إليها.
أحنصل، سخاء آخر جادت علينا به هذه المنطقة بماض وتاريخ عريق، وحلم كبير ومجد وحضارة شامخة تنعم بجمالية أمازيغية لم تنبشها طفيليات العصر، فبقيت محافظة على أصالتها ومميزاتها العمرانية. نمط معماري منفرد يكتسي أهمية متناهية وقيمة رفيعة، ترجع تسميتها إلى الوالي الصالح سعيد أحنصال الذي أقام زاويته بهذه الربوع. عرفت الطريقة الحنصالية انطلاقة كبرى في نهاية القرن 17 وبداية القرن 18، كما قامت بدور دفاعي كبير للتصدي لهجمات الاستعمار الفرنسي. زاوية أحنصال رمز للعمارة الأطلسية الفاتنة بجمالية هندسياتها الترابية ومخازنها الشامخة. تركنا زاوية أحنصال تتأمل ماضيها العريق، وخرجنا نتأمل الطبيعة في المنطقة التي أحاطتها الجبال في معظم جوانبها بعيون مياهها الدافئة وتخيلها الصامد في عين الشمس وصدر الريح، وآثار ما زالت مصرة على الكلام، واقفة بتحد جبار أمام مزاج الطبيعة وتقلباتها وعبث الذين يجهلون قوة التاريخ. خرجنا كي نعانق مضايق التاغية، وأعين الصبية ترصدنا ترمقنا تسافر عبرنا إلى متاهة العشق الأبدي. هناك في الجبال تستقر المغامرة، يستقر العلو والشموخ. هنا في هذا المكان تتوخى الجبال اكتساح كل شيء، والمياه لا تتوقف عن التدفق لتعطي الحياة للحقول والبساتين. ولأن جمال الطبيعة وسكونها يغريان بولادة الأساطير، واصلنا المسير. هناك في المدى يظهر شيء يسابق الخيال، وحين تقترب منه يبدو وكأنك أمام كنيسة كاتدرائية منحوتة على شموخ هذه الطبيعة الغراء. يقولون إن من يرغب في الزواج فما عليه إلا زيارة هذا المكان. منظر أدخل الرهبة والدهشة إلى قلوبنا في ظل هذا السكون الذي فرضته سلطة هذه المناطق. تظل أسماء الأمكنة ذاكرة وطن تضبط إيقاع التواصل معه، وهي توليفة ترتضي بحس المعايشة وبداهة الوجود، وترتبط الأسماء بالذاكرة المكانية والزمانية والناس، وكأنما هي المبرر للاستمرار الإيجابي والمقاوم الذي نتكئ عليه لخطاب الآخر ومحاجاته. ولست أحسب أن ذلك حالة ذهنية ووحدانية فحسب، بل أساس من أسس تكوين الذات والهوية.
وسرنا على الدرب نتخطى كل الصعاب. ورغم أن الطريق الترابية الضيقة المعبدة بالحجارة والوعورة فإنها مؤنسة، حتى أنك تحس أن كل شيء موضوع في مكان بانتظام. هذا الإحساس لن يزول وأنت تتخطى عتبة قرية مكداز، قرية هادئة مطمئنة تتحدث لغة الشعر والجمال، قرية نائمة على ضفاف الطبيعة الغراء، كل شيء فيها يرتدي عباءة التاريخ. وعلى الرغم من جذورها الضاربة في عمق التاريخ إلا أنها تعيش عنفوان شبابها، واستطاعت بذلك أن تمزج أصالتها وتاريخها العريق بحضارة اليوم. خجولة حقا، حين تدخلها يخيل إليك أنها قرية مهجورة لا يسكنها أحد، إلا أنك تطمئن حين تسأل فتكون الإجابة أن السكان اعتادوا الخروج في مثل هذا الوقت من أجل التعذيب، وهذه العملية تدوم عدة شهور. هكذا هي مكداز منذ أن عرفتها، لا تعطي سرها بسهولة ولا تكشف بجمالها إلا أمام سلطة الفن. الزائر إليها يذهل لمشاهدة هذه العمارة التي تتكون من 5 أو 6 طوابق على شكل قلعة محصنة ببرج شديد العلو، رست أحجاره بطريقة مدققة ومثيرة تحرسها سلاسل جبلية وهضاب من كل الجهات. منعطف طريق ينبض التاريخ عريقا حاملا معه أمجاد أهلها، تاركا وراءه هذه القصور والمباني التاريخية التي لا تزال حتى اليوم تحافظ على أصالتها. سفر لا ينسى لهذا الاكتشاف التاريخي الأمازيغي. الصبية لم تعد تراقبنا بل رافقتنا خلال المسير كي تتحسس هذا الجمال الذي نبحث عنه، تستشعر معنا شموخ هذه الطبيعة العملاقة. والصبية ليسوا وحدهم من تحسس طريقنا، فهناك من فعل كي يسترق منا حلاوة الزمان والمكان.
وتدب الحياة في الينابيع وتنساب المياه الرقراقة في أعالي الجبال وبطون الأودية، مكونة العديد من الشلالات المائية في منظر خلاب طبيعي. وحين تقف أمامه مشدوهاً يقول إليك مرحباً بك، اسم شلال أنرجي. أنرجي ليس مجرد لقطات خلابة تحتفظ بها الذاكرة، ولا مجرد ومضات تحيي في الروح قدرتها على الاندهاش وسط رتابة الحياة، ولكنها تجربة روحية تعيد الإنسان إلى مهده الأول. لغة، ولغة بوغماز هي الحكاية، حكاية تجاوزت حدود الزمان والمكان لترسم لنفسها سمفونية تعزفها الطبيعة. وزاد من جمال أيت بوغماز مساكنها العتيقة المعزولة على شكل مدرجات وضعت بطريقة هندسية فريدة تختلف عن مثيلاتها بالمغرب. بوغماز لها طقوسها الخاصة في بناء منازلها، فكلمة هاي والتي يكررها الناس كثيراً حتى نهاية البناء تعني أن هذه الدار في ملكية خاصة، وعلى من يشك في ذلك أن يتقدم بحجج. بوغماز متعة للنظر وكنز تراثي نادر، يشهد على ذلك مخازنها التي أقيمت في مكان آمن واستراتيجي لمراقبة ومواجهة أي اعتداء أو هجوم على المنطقة، كمخزن سيدي موسى الذي أصبح مقراً للتبرك والزيارة.
أتأمل هذه المخازن تتراءى لي الهضبة السعيدة. الأسطورة تقول إن من زارها يشعر بالسعادة والطمأنينة. وبينما البصر يتجول هنا وهناك، يقف على شموخ آخر ومنحوت آخر من صنع الطبيعة، يشبه إلى حد بعيد التيتانيك. والتيتانيك هي تلك السفينة التي غرقت فتحولت إلى أساطير مختلفة، ولهذا سمي الدوار باسمها. للأمكنة سحرها، وأمكنة لا يمكن نسيانها، وأمكنة لا يمكن مغادرتها، وأمكنة تشم رائحتها حتى بعد سنوات من مغادرتها. دوار العبيد واحد من هذه الأمكنة وجزء من هذه الذاكرة، ذاكرة اليوم والأمس والغد. وحكاية هذا الدوار ترجع إلى عهد مولاي إسماعيل الذي استقدمهم من جنوب أفريقيا، لكن موته وما تبعته من ثورات جعلتهم يستقرون بمنطقة أيت ملال بإقليم أزيلال. مشهد حي ذاك الذي استقبلنا به الدوار يلخص تاريخا كبيرا في التقاليد والأعراف. الأطفال الصغار تغمرهم فرحة كبيرة ونشوة خارقة للعادة، ليس احتفاء بنا ولكن بكتاب الله. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. أسفا إن جهنم على الجنة لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لشاعرون ما عليها. عميقة من العادات التي ارتبطت بشكل كبير بدراسة وحفظ القرآن الكريم والاحتفال بأهله. محمد لا رسول رسول الله.
الدوار احتفى بنا وقدم لنا كتاب الله ليكون عربونا على إخلاصنا في هذا العمل والتفاني فيه، وليكون حجة علينا يوم نعود ثانية إلى هذا المكان.